هناخد الاتصالات. دكتور عمرو حسنين رئيس شركة مارس للتصنيف الائتماني. دكتور، كيف قرأت بيان المركزي؟ اهلا بك يا استاذ دميس وبالمشاهدين الساده المشاهدين بتوعك. الحقيقه بيان المركزي بيتسم بالشفافيه والوضوح، ودي حاجه احنا فعلا كنا مستنيينها، وكمان بيتسم بالشموليه، يعني هو حكى لنا عن كل حاجه، حكى لنا عن مرونه سعر الصرف، ودي كانت مهمه جدا ان هو يؤكد على انه مرونه سعر الصرف هي مبدا واضح وسوف يتبناه البنك المركزي من هنا ورايح. فدي كانت مهمه قوي، وشرح لنا، يعني احنا اول مره الحقيقه في بيانات البنك المركزي نلاقي ان هو بيقول السعر وصل فوق لحد 32 ونزل لحد 29 من يوم كذا بالساعه بكل حاجه، فده كان حاجه كويسه قوي. الحته الثانيه انه على الرغم من اننا سددنا 2.5 مليار دولار الا انه هناك تصاعد مضطرد في الاحتياطي النقدي بتاعنا. وزي ما سعادتك اشرتي، مش مهم احنا بنزيد قد ايه، المهم انه في تصاعد مضطرد منتظم، فالاتجاه تصاعدي وليس تناقصي، وده مهم قوي، بيطمن الناس وبيطمن الدنيا انه احنا ماشيين في اتجاه مظبوط. انا بس برضو عايز الحقيقه اوضح حاجه، لانه كتير من الناس يعني متلخبطه في الحته دي شويه. السياسات دي كلها هي سياسات الحكومه، لانه ناس كتير بتعتقد انه صندوق النقد فارض الكلام ده. صحيح. لا، هو صندوق النقد بيقول للحكومه يا حكومه انا هديك قرض، بس قولي لي انت برنامجك ايه؟ فالبرنامج دايما بيبقى برنامج وطني حكومي. ليه الكلام ده؟ لانه نفترض كده ان صندوق النقد جه وفرض برنامج معين على الحكومه، وهذا البرنامج لم ينجح، مين المسؤول ساعتها؟ يبقى الصندوق طبعا. يبقى الصندوق مش هيحط نفسه ابدا في موقف زي ده، مستحيل. فالصندوق دايما بيقول للحكومه يا حكومه قولي لي البرنامج بتاعك ايه؟ الحكومه بتتقدم بالبرنامج بتاعها، يوافق عليه الصندوق ويدي القرض. المهم بقى اننا ننفذ البرنامج، وده اللي احنا بنعمله دلوقتي. المهم اننا ننفذ البرنامج زي ما قلناه بالظبط، لانه برنامجنا برنامج وطني، برنامج الحكومه، طالما بننفذه بانتظام، وده اللي الصندوق عايزه بقى. الصندوق عايز ان احنا ننفذ البرنامج بانتظام، وهنا نبتدي نكمل مع الصندوق المشوار بتاعه. طيب، الاستثمارات الأجانب، ودي مؤشر جيد، ولكن دايما في ولكن. فاستثمارات الأجانب المباشرة في أدوات الدين، وأنا شايفة أن بعض المؤسسات بالفعل، يعني أي حد يعني بيستثمر بيجيله حتى النوتيفيكيشنز، أدوات أنه المؤسسات الأجنبية ابتدت تقول يا جماعة بصوا على البونز المصرية، بصوا على أدوات الدين المصرية. ده أمر جيد، ولكن إزاي ما ندخلش في الدوامة السابقة؟ هو طبعا أمر جيد إنه فلوس بتجيلنا، ده أكيد، بس دي اللي احنا بنسميها الهوت ماني أو الأموال الساخنة، واللي هي ممكن تهرب بسرعة في أي وقت، لأن أدوات الدين دي قابلة للبيع في أي وقت. احنا عايزين نركز اهتمامنا على أموال المستثمرين اللي جاية تقعد وتستثمر جوه البلد، تستثمر في شراء أصول أو تستثمر في بناء مصانع أو في نشاط اقتصادي، هو ده اللي احنا عايزين نركز عليه ونهتم بيه. اهتمامنا بيه يجي ازاي؟ مرونة سعر الصرف عامل أساسي لا جدال فيه في إنه المستثمر اللي هو بيستثمر جوه البلد يجي. ليه؟ لأنه مفيش مستثمر أجنبي هيجي أو هيبقى سعيد بوجود سعرين للصرف، سعر رسمي وسعر غير رسمي، لا ده كلام اقتصاديا غير مقبول. وده لازم احنا نتخلص منه في اقرب فرصه ممكنه. الحاجه الثانيه بقى المهمه قوي هو سياسات الاستثمار بتاعتنا، اللي هو كيف نجعل مصر بلد جاذبه للمستثمر سواء المحلي او الاجنبي. وانا الحقيقه عايز اقول انه المحلي لا يقل اهميه عن الاجنبي. بالعكس، لانه لما المحلي يبقى سعيد ومبسوط باستثماره، هو ده اكبر دعايه للمستثمر الاجنبي يجي. المستثمر الاجنبي قبل ما بيجي بيبص على المستثمر المحلي، يا مستثمر يا محلي انت مبسوط ومستريح يبقى. صحيح. انا اجي.
ما هواش مبسوط، لا المستثمر الاجنبي هيجد صعوبه في انه يجي. التصنيفات الائتمانيه والتصنيفات السوفرن السياديه عموما دكتور عمرو، يعني اكيد الاتفاق مع الصندوق بيحسنها، الناس كلها بتتفرج على ده وتقول لك طب انا بقى انا هتاثر. انتوا عمالين تتكلموا كلام كبير انه المرونه سعر الصرف دي عظيمه بتجذب استثمارات، انا بقى هعمل ايه؟ وكلمني على التصنيفات كمان، ما هو المتوقع لها؟ التصنيفات الحقيقه بتبص على قدرة الدولة على سداد مديونيتها وقدرتها على استيعاب الكلام اللي احنا بنقوله ده كله. طبعا طبعا احنا الحقيقة عملية اننا قادرين على اننا نسد مديونيتنا بانتظام ده حاجة كويسة، عملية اننا نقدر نجتذب استثمارات دي حاجة ممتازة، المهم اننا نكمل في السكة دي. طيب الشخص المواطن العادي هيرجع عليه الكلام ده ازاي؟ سهله جدا. نمره واحد، مجرد انه يبقى فيه استثمار اجنبي في اقتصاد الدوله، استثمار حقيقي، ده بيعود عليه على طول بعائد كويس جدا. ازاي؟ بيلاقي فرص تشغيل، بيلاقي تحسن في مستوى معيشته، بيلاقي دوله قادره انها توفر له احتياجاته، فدي مهم جدا، وده اللي احنا محتاجين نركز عليه، استثمار جوه البلد، جوه اقتصاد البلد. شكرا دكتور عمرو حسنين رئيس شركة مارس للتصنيف الائتماني.